فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلاب العلم ينشغل بقراءة كتب الردود المعاصرة عن تحصيل العلم، فهل هذا من المنهج السليم؟ لا، ليس هذا من المنهج السليم. المنهج السليم أنه يطلب العلم على العلماء، إما في الدروس في المساجد، وإما في المدارس والكليات والمعاهد، يطلب العلم لا ينشغل بقراءة الردود أو بقراءة الكتب والمطالعة. نعم.